بسم الله الرحمن الرحيم. لم تتعرض مسيرة الأمة الإسلامية إلى التحريف والتزوير كما حدث بعد أن استولى الحكم الأموي على السلطة بالقوة وبفرض الأمر الواقع، واستمرت حركة التزييف والتحريف في المسيرة الإسلامية والعقيدة الإسلامية، وتم تبرير مثلا الحاكم يجب طاعته وللأمر يجب طاعته حتى ولو كان فاسقا وفاجرا، وتم تأليف الروايات والكلام فيما يبرر فسق وفجور الظالم الحاكم الفاسد الجائر. وجاء الإمام الحسين عليه السلام ليكرس في حقيقة الأمر في نهضته أصل طاعة وللأمر الحاكم الشرعي، عندما قال إنما خرجت لطلب الإصلاح. هذا الخروج ليسببه الإمام ويشرح الأسباب من الخروج، وكأنما يريد أن يقول عليه السلام أن الأصل هو طاعة الحاكم، ولكن كل ما قام به الإمام الحسين من مخالفة هذا الحاكم ومخاومته ومواجهته لأنه حاكما ليس شرعيا، ليست لديه شرعية أولا، وثانيا لأن الإمام يريد يؤسس أن طاعة الحاكم أولا لابد أن تكون شرعية، وثانيا لابد أن يكون هذا الحاكم صالحا وليس فاسدا ومجاهرا بالفسوق ومجاهرا بكل السلوك الذي يتناقض مع العقيدة الإسلامية. وبالتالي كان يجب أن نقاومه ويجب أن نعترض عليه ويجب أن نرفضه. والذي حدث أن السلطة الأموية استخدمت السيف والقوة في أقسى وأبشع صوره، وكارثة عاشوراء تحدث عن ذلك بشكل فظيع عندما يقتل الأطفال الرضع أيضا يقتل الشباب دون أن يبلغوا الحلم أيضا. البشاعة والتراجيدية التي حدثت فيها عاشوراء تلخص كيف أن السلطة الحاكمة استفادت من البطش والقوة والسيف وإعماله من أجل السلطة ومن أجل البقاء في السلطة ومن أجل البقاء في الحكم. الامتدادات التي انتهت إليها الأمور أنه تمت محاربة وتصفية أي شيء يتصل بالحركة الإسلامية بحركة الرسالة الإسلامية، وربما تطورت الأمور حتى إلى عصور متلاحقة عندما أحرقت كل الكتب وكل الموروثات التي جاءتنا ووردتنا من العهود الأولى من حركة الإسلام، وهناك قصص تدمي القلب عندما نقرأ بأنه في العهود الأموية تم أغراق نهر دجلة والفرات بالكتب، والأحبار غطت على النهر وتم تدمير في الحقيقة مصادر عملاقة وضخمة من الثقافة الإنسانية وتغطيتها لكي يتم القضاء على نقاء وصفاء المسيرة الإسلامية. هذه المواجهة استمرت وربما هي مستمرة إلى هذا اليوم، وبالتالي البديل الشعبي العفوي الذي يواجهه أيضا حاجة أساسية لابد أن تستمر ولابد أن تدوم.